هذا السؤال صار به اختلافات من الطرفين. الطرف الأول يقول محمد الحلفي ما ترك الفرقدين لعلاقته القريبة من بشار الساعدي، والبعض الآخر يقول بسبب التزام مالي. لا طبعا الفرقدين صاحبة فضل على كل واحد بهذا الخط، وما تقدر تنكر فضل الفرقدين ولا فضل بشار تحديدا. يعني خلينا نقول الفرقدين صار لها شقد من بلشت الفضائية. قبل الفضائية بشار كان في الخليج، وكل الرواديد أيام قبل ولحد هذه اللحظة بشار ينتج لكل الأخوة الرواديد وصاحب فضل. وأنت اليوم ما تقدر تنكر شخص صاحب فضل عليك، عرفت؟ فبشار من أصدقائي المقربين إلي بالعمل وخارج العمل، فما تقدر تنكر فضل هذا الإنسان الطيب. فأما موضوع مادة، لا والله مو موضوع مادة، بالعكس إحنا اشتغلنا من البداية. وأنا عندي مبدأ بحياتي إنه الشخص اللي مد إيده أمد إيدي إليه وما يقصر وياي بكل معنويا ماديا، هذا إلى 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 فضل كبير علي، ويا ريت يكون إنه أوفي يوم من الأيام. فماكو بيناتنا هيك أي مواضيع أنا وبشار. أنت مواقفك سابقة محمد الحلفي. الله يحفظك ويسلمك.